بسم الله الرحمن الرحيم. نداء إلى كل النساء الصحراويات بالوقوف يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بالحرية والاستقلال. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلب من جميع النساء الصحراويات في المناطق المحتلة الخروج للشارع يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة على الساعة 5 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. نادوا النساء الصحراويات يوم 8 مارس الخروج للشارع نجل مطالبة الحرية والاستقلال. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلب من النساء الصحراويات الخروج للشارع يوم الأحد 8 مارس، ونطلب منهم ما تقعد منهم وحدة نهار نهارهم، وندوروا نسجلوا حالة زين ويعود صحق ويسمى به. سلام. نداء للمرأة الصحراوية يوم 8 مارس يعني نهار الحد، أنا تقيس الشارع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. من هذا المنبر نطلب من النساء الصحراويات الخروج للشارع يوم 8 مارس باليوم العالمي للمرأة. كل وطن وشهادة.